الاذاعه المنصه الاستاذ الدكتور ايمن سالم الاستاذ الدكتور ياسر احمد والاستاذ الدكتور العرج عبد الصادق العرج واحنا سعداء بيكم وان شاء الله في جلسه ممتازه جدا وجلسه فيها سبيكرز ايمننت يعني ان شاء الله نستعد نسعد بيهم. نبدا بالاستاذ الدكتور مصطفى الشاذلي وهيكلمنا عن البوست كوفيد سيندروم. السلام عليكم. احب اشكر طبعا اخي العزيز الاستاذ دكتور ابراهيم المحلاوي على دعوتي واشكر المنصه الكريمه. النهارده اتكلم على موضوع من المواضيع المهمه جدا. استمتعنا في الاول بالكوفيد واحنا من سنه او من سنه ونص تقريبا ما كناش نعرف واتس افتر كوفيد او الكوفيد. كنا اما العين يجي مايلد كوفيد كنا بنقول الحمد لله العين كويس مفيش اي مشاكل، والعين السيفير والمودريت اللي بيخرج من الرعايه نقول له كويس انت زي الفل الامور ماشيه معاك كويس. وبعدين اكتشفنا بعد كده ان الامور ليست كما كنا نظن، الامور اختلفت. بمعنى ان دي استاذه من الاساتذه عندنا في الكليه كانت مايلد كيس، بعد ان هي مايلد كيس خدت الامور اتحسنت الفيفر اختفت، بعدين بعد كده بدات تكلمني بعد 3 أشهر تقريبا من بينج كليرد ان هي العينه كيورد، قالت لي I'm unable to work out get out of the bed more of than 3 hours. عينة كانت بتشتغل من 8 الصبح لغايه 8 بالليل، استاذه بتشتغل من 8 الصبح ل 8 بالليل، بتقولي لا انا بقى اشتغل بس 3 ساعات في اليوم، واذروايز ما بقدرش ان انا مين اكمل بقيه الايه اليوم. الحاجه الثانيه ان انا دايما بيجي لي فيفر كل 3 أو 4 أسابيع او كل شهر يجي لي فيفر، الفيفر تقعد 2 أو 3 يومين وتختفي، تاخد بس انتي بايريتكس اند سو اون. بالاضافه بقى ان هي تقولي انا مش مركزه، في برين فوج، في بالبيتيشنز، في دراماتيك مود سوينج، تقعد تعيط، يعني القصة مختلفة جدا، الكوفيد مختلف، الكوفيد ده بانديميك فول اوف سربرايزز. احنا كنا في الأول مش عارفين هو إيه اللي بيحصل، الباثوفسيولوجي لغاية ما بدأت الدنيا تبقى كليرد شوية، وبعدين بعد شوية فوجئنا بالبوست أكيوت كوفيد، إن السيمتومز داز نوت ريزولف كومبليتلي. لا ده لسه في كومبليكيشن، اللينجرينج إفكت بتقعد، السيمتومز ممكن تقعد فترة أطول كتير من اللي يبان ليها. في الميسكونسبشن الاولاني بتاعنا ان الكوفيد ده ياخد 2 أو 3 أسابيع ويروح لحال سبيله، يا اما العيان يخش المستشفى، يا اما العيان يا لا قدر الله يتوفى، يا اما يبقى زي الفل ويخرج يخش المستشفى ويخرج. ده كونسبشنز اثبت عدم واقعيته، لان في برولونجد سيمتومز او برولونجد ريكفري اوف ذا سيمتومز. هذا البرولونجد ريكفري اوف ذا سيمتومز زي ما هنشوف هيقعد، ممكن يقعد فتره طويله جدا. الناشونال انستيتيوت اوف هيلث في اكتوبر 2020 قالت يا جماعه ان تقريبا 10 لـ 20% من العيانين اللي عندهم كوفيد ستيل هاف سيمتومز بعد 3 أشهر. بتوع لومباردي قالوا لا ده مش 10 ل 20، ده بتوع لومباردي قالوا ان 87% من العيانين اللي عندهم كوفيد ويل هاف سيمتومز، والسيمتومز دي تقريبا بتقعد اكثر من 2 شهر. في انذر بيبر اتنشرت اللي هي فولد ده طالعه من ووهان، وقالت ان هي تقريبا هنشوف بعد 6 أشهر من العيانين اللي ديسشارجد من المستشفى هل هيبقى في بيرسيستنت سيمتومز ولا لا، وعملوا كل العيانين اللي ادمتد في المستشفى من الكوفيد اكسبت العيانين اللي دايت او اكسبت العيانين اللي عندهم الان ايبل تو بي كونتاكتد، شافوا السيمتومز بتاعتهم، جابوهم بعد 3 أشهر وجابوهم بعد 6 أشهر وعملوا فيزيكال اكزامينيشن وسالوا العيانين كويستشنير وشافوا الديسنيا سكور عن طريق اللي هو الموديفايد ميديكال ريسيرش كونسل سكيل، عملوا لها بلاد تيست، عملوا لها اتش ار سي تي وبالمونري فانكشن، لقوا تقريبا 70% من العيانين بوست كوفيد بعد 6 أشهر ستيل هاف سيمتومز. 70% من العيانين، بالاضافه الى ان هو في بالمونري فانكشن افكشن، البالمونري فانكشن افكشن دي تقريبا في 30% من العيانين، والراديولوجي كمان كان امبروفد، الصوره بقت مختلفه شويه. وبالتالي الكونكلوجن بتاعهم ات 6 أشهر اوف افتر ذا إلنس موست بيشنت at least have one symptoms نتيجة البوست كوفيد. More severe patient during hospitalization has more severe lung function affection. وبالتالي بدأوا يركزوا شوية مع مين؟ مع العيانين. بعد كده دي بيبر لسه يعني بري برنت أو يعني المفروض إن هي خلاص هتنشر قريب قوي. وده بارتكل امبريس قالوا طب 6 أشهر بعد 7 أشهر حتى كمان من الايه؟ من الكوفيد، ايه اللي ممكن يحصل للعيانين؟ عملوا اونلاين سيرفي، والاونلاين سيرفي ده بقى اكتر من 3700 عيان سواء كونفيرمد او سسبكتد،
confirmed PCR positive, suspected عن طريق ان هو CT positive بس PCR ما اتعملش، وقالوا اللي هو الكوفيد برضو من 56 دولة، يعني وبالتالي all over the world online بدأوا ان هم يسألوا العيانين. لقوا ان تقريبا اكتر من 91% من العيانين السيمتومز still persistent عنده. And the most common symptoms قال لك fatigue بعد 6 اشهر، اللي هو بيستمر بعد 6 اشهر من العيان بقى clear. Fatigue, post exertional malaise وcognitive dysfunction تقريبا، وده الفتيج ده الجراف بتاعهم ان هو تقريبا 90% من العيانين السيستماتيك ممكن يجي لهم فتيج، بالاضافه للعيانين ممكن يحصل لهم تايتنس في الشست، ماسل ايكس تقريبا برضه في 60-70%، بالبيتيشن، تاكي كارديا وكمبريسنج شست بين، ده برضه العيانين دول ممكن يجي لهم 60-70%. بالنسبه لنا احنا شورتنس اوف بريس ودراي اريتيتيف كوف از ذا موست كومن في البرزنتيشنز دول. وقالوا ان العيانين اللي عندهم بوست اكيوت كوفيد سندروم برولونجد ريبورت برولونجد ومالتي سيستم، مش حاجه واحده بس، مش اللنج بس هي اللي افكتد، لا ده ممكن لنج، ممكن نيورو كوجنيتيف، نيورو ممكن سيستميك اند سو اون. طيب ده كان العيانين اللي ادميتد. طب وات اباوت ذا عيانين اللي كانوا هوم ايزوليتد وبالتالي مفيش فيهم ادميشنز، ده عيانين مايلد كيس او مايلد تو مودريت واخدوا تريتمنت في البيت. قال لك تقريبا ان بعد 6 اشهر برضه فورد اب العيانين دول ان هم العيانين تقريبا 55% من العيانين اكسبيرينسد بيرزيستنت سيمتومز 6 اشهر، موستلي فاتيج برضه ديسترب التيست وسمال كونسنتريشن امبيرمنت ميموري لوس وديسنيا. وبالتالي حتى العيانين المايل تو مودريت اللي احنا كنا فاكرينهم ان دول ان شاء الله هي الدنيا هتتحسن معاهم لسه ستيل عندهم مانيفستيشنز. بدام في المانيفستيشنز، طب ايه يعني ايه بقى ايه، هل نقدر نسميه مفيش يونيفرسال ديفينيشن اوف بوست اكيوت كوفيد مانيفستيشنز؟ انما كان الاول خالص قال لك ان هي اللونج كوفيد سندروم. اللونج كوفيد ده على فكره باي ذا واي ده هاشتاج عملته اليزا بيرجو، دي واحده برضو من بومباردي في ايطاليا، وقالت ان انا بدات تحطه على مين، على التويتر، وقالت ان هو ده الهاشتاج، بدات السيمتومز بتاعتها اللي هي بيرزيستنت، وبدا الناس تخش عليها، وبدا الناس تاد سيمتومز اند سو اون، وبعدين اتاخدت في السوشيال ميديا، وبعدين بعد كده الانستتيوشنال اورجنايزيشنز بداوا يطلعوا جايد لاينز، وهنا الرويال كوليدج اوف رويال كوليدج اوف فيزيشنز برضو انجلترا والسكوتلند كل دول قالوا ان احنا لا احنا لازم نمين نحط guidelines for definition of post acute covid manifestations. وقال لك هنقسم الكوفيد الى acute، ده لفتره الاربع اسابيع لغايه ما العيان يستريح والامور تبقى كويس، ما بعد الاربع اسابيع دول هنقول عليهم post acute covid syndrome. ممكن نقسمهم الى حاجتين، من اربع اسابيع لثلاث اشهر ده اسمه ongoing covid، وبعد ثلاث اشهر اسمه chronic covid سيندروم، وبالتالي ده بوست اكيوت كوفيد مانيفستيشنز بتاعتنا. ده الساينز والسيمتومز ذات ديفلوب ديورينج اور افتر ان انفكشن كونسيستنت ويز كوفيد كونتينيو اكتر من ثلاث اشهر اند نوت اكسبلايند باي ان الترناتيف دايجنوز. وبالتالي مهم قوي ان انا اشخص ان العيان كان عنده كوفيد، يعني سواء عن طريق الراديولوجي، سواء عن طريق البي سي ار بوستيف. يوجوالي بريزنت في الكلاستر اوف سيمتومز، الكلاستر اوف سيمتومز ده اوفرلابنج وكان فلكتويت اند تشينج اوفر تايم وكان افكت ميني سيستم في مين. انا قبل امبارح قلت اشوف الريسيرشز اللي بدات امتى، تقريبا لقيت 1900 اكثر من 1900 بيبر اتنشرت عن اللونج كوفيد في الفتره الاخيره دي ما بين 2021. وبعدين جه الناشونال انستيتيوت اوف هيلث اند ريسيرش قال لك طب ما احنا ايه يا جماعه، ما احنا نقسم او نحط برزنتيشن، نحاول نكلاستر السيمتومز بتاعت العينين البوست كوفيد دول، وقال لك maybe due to post intensive care syndrome، maybe due to chronic fatigue syndrome، كل دول كلاستر سيمتومز او لونج تيرم افكت او ديزيزز نتيجه الانفليكتد اورجن دامج. البوست انتنسيف كير سيندروم كلنا بنشوفها في العينين اللي بيخشوا الاي سي يو، ودايما ممكن في افكشن سايكولوجيكال افكشن انكزايتي وديبريشن، ممكن كوجنيتيف افكشن اللي هي ميموري ديفيكولتيز، وفيزيكال افكشن اللي هو ويكنس والبالانس بروبلم موجوده ونيورو ماسكولار امبيرم. كرونيك فاتيك سيندروم ده دايما كان بدات في الاول بوست فايرال بعد فيروس كتير قوي، وهو ده العيانين تقريبا دول اللي هم عندهم بوست اكزيرشنال ماليز او ان ريفريشنج سليب وبرين فوج ومسل وجوينت بين، اللي هي الدكتوره اول واحده اللي اتكلمت عليها ده عندها الكرونيك فاتيك سيندروم بعد 6 اشهر من التريتمنت. وعشان اشخص الكرونيك فاتيج سيندروم محتاج ان هو الكرونيك فاتيج اكثر من 6 اشهر، بالاضافه الى ميموري امبيرمنت، تندر لينف نود، ماسل بين، جوينت بين.
في ديزيز افكتد، ما هو ممكن يبقى السيمتومز نتيجه ديزيز زي بالمونري مثلا، ما فيش سيستم في الجسم غالبا مش هيبقى افكتد باي الكوفيد، سواء نيورو نيورولوجيكال نيورو سايكاتريك. وفي نفس الوقت بنشوف العيانين البيرسوناليتي تشينجز ماركتلي في العيانين، خصوصا اللي بيخشوا الاي سي يو. في ناس ما بتبقاش عارفهم، اول ما العيان يخش الاي سي يو يبقى توتالي مختلف 180 درجه، يعني عن حالته ما قبل الادميشن اساسا في الورد، بعدين ما قبل الادميشن في الاي سي، الدنيا بتبقى مختلفه تماما في العينين دول. الرعب، القلق، ان هو خايف من الفير اوف ديث، كل دول بالمونري. بالنسبه لنا طبعا الديسنيا ديكريس اكستراكت كاباسيتي والهايبوكس والديفيوج ديفيوجن افكشن، الثرومبويمبوليك مانيفيستيشنز اقل من 5% في البوست اكيوت كوفيد. هل اديله انتي كواجولانت ولا لا؟ بس لو هديله ديو بروفلكتيك انتي كواجولانت. كارديوفاسكولار سيكلي بيرزيستنت سيمتومز مي انكلود بالبيتيشن وديسنيا وشست بين. طب ايه اللي بيخلي العيانين يخشوا في كوفيد لونج كوفيد؟ محدش عارف. It may be يهو أكتر في الفيميل مع الايج، أكتر من 5 symptoms on admissions. إنما إيه السبب؟ مش معروف. It may be due to sequel of organ damage, varying extent of injury, varying time required to recovery, persistent chronic inflammation. ممكن يبقى فيه persistent of the virus still. في بعض الناس isolated live virus من gastrointestinal tract بعد 4 أشهر من being العيان اتحسن. Sequel of critical illness، وقلنا post ICU syndrome زي ما اتكلمنا عليها، و maybe due to complication related to زي post pulmonary fibrosis restriction diffusion defect. الكلام ده تقريبا الميكانيزمز بتاعتنا، اللي الانفلاميشن، سايتوكاين ستورم، prolonged ICU hospitalization، altered immune status، sequel of critical illness، كل دول ممكن يؤدي الى prolonged symptoms ويؤدوا في الاخر الى post acute covid manifestations. تعمل ايه؟ هو ده السؤال، وهو ده اللي محدش عارفه لغايه دلوقتي. بس اللي احنا عارفينه ان هو البوست اكيوت كوفيد ده دايفيرس سيمتومز، مانجمنت اوف ذيس بيشنت مش هيبقى وان تراك، مش هيبقى كلينيك واحده بس، خلاص ات نيد تو بي سبيشاليزد كلينيك اللي هي مالتي ديسيبلينري تيمز، ستراكشر مالتي ديسيبلينري تيم ابروتش الاو تو اوفر كيرفول انفستيجيشن نيسيسري فور ايتش بيشنت. وده الكوفيد كلينيك. كوفيد كلينيك هي مفروض ان هو ان انا يبقى في تيم عندي، يبقى في نيرس تسال العيانين اللي هم اللي جالهم كوفيد هل في بيشتكي من سيمتومز ولا لا، وبعدين وات تايب اوف ذا سيمتومز يبقى موجود، والتيم ده بيبقى من البالمونري كريتيكال كير، فيزيكال ميديسن، والفارماسيز اللي موجودين معانا، والهومو كير، فيزيوثيرابي، كل دول الكور بتاع مين؟ بتاع الكريتيكال، بتاع البوست كوفيد. وبعدين بعد الكور بوست كوفيد ممكن استعين ببقيه نيوروسايكاتريك، نيورولوجي، كارديولوجي اند سو اون. وبالتالي مهم قوي البوليسي بتاعتنا ان احنا لازم نعمل بوست كوفيد، لان الحالات اللي موجوده في مصر تقريبا كانت لغايه النهارده الصبح 284,000 حاله، منهم 232,000 خرجوا. ال 232,000 لو احنا بنقول ان هو تقريبا 30% من ال 232,000، اعتقد العدد هيبقى كبير جدا. يعني هو ماست بي محتاج سبيشاليزد كلينك. وكلنا حتى لغايه دلوقتي بعد سنه في بعض الناس بتقول انا ما رجعتش زي ما انا قبل كده، وبالتالي في تشينج لازم احنا نعرف بالظبط السبب دي موجود ايه. طبعا احنا بيجي العيان بنعمل له في البوست كوفيد، بيجي العيان بنعمل له انفستيجيشن، ممكن تبقى سيمبل انفستيجيشن سي بي سي اي اس ار سي، ونعمل له اي سي جي، نعمل له سي تي شست، نعمل له بالمونري فانكشنز، وبعدين اكوردنج للبرزنتيشن سيمتومز بقى اسسمنت بعد ست اسابيع، بعد 12 اسبوع، ونشوف الديسنيا، ممكن نعمل 6 مانث ديسنيا، ممكن نعمل كارديو بالمونري اكسرسايز تيستنج على حسب بقى الهيماتولوجي اند سو اون. كل دول فاريبل من كلينيك لكلينيك، بس ابقى عندي الكور بتاع الكلينيك بتاعي ان انا عندي لازم نيرس، لازم تيلي ميديسن، لازم اسال العيانين، والعيان اللي يبدا يشتكي اجيبه واعمله. ده بقى المانجمنت. المانجمنت هو زي ما قلنا بالظبط لغايه دلوقتي مفيش اي سبيسيفيك مانجمنت فور مين، حتى ايفن فور كرونيك فاتيك سندروم. كرونيك فاتيك سندروم ذا موست كومن، انما بتقول له سيلف اديوكيت، خلي خلي الاكتيفيتي بتاعتك الصبح، وقلل الاكتيفيتي على بعد الظهر، الليس اسينشال يبقى بعد الظهر والاسينشال اكتيفيتي الصبح. الشيست بين على فكره من ضمن الحاجات الفيري افكتيف في جزء الشيست بين ده، اللي هو برضه الانتي انفلاماتوري ممكن ناخدها عادي خالص مفيش اي مشكله، وناخد برضه حاجات للنيوروتونكس. الميديكال مانجمنت سيمتوماتيك، اقول للعيان يمشي ازاي، اعمل له بريذنج اكسرسايز. البوست كوفيد فايبروزس، هل استخدم ستيرويد؟ ممكن استخدم ستيرويد. هل استخدم انتي فايبروتيك؟ النون لغايه دلوقتي في مصر. طيب البيبرز اللي طلعت او اللي اتنشرت عندنا تقريبا برضه نفس الفكره، ان هو ده الاسسمنت والكاركتيرستيك في بوست كوفيد. ده في الايجيبشن، ده لقوا هنا في العينين دول ان تقريبا العينين الاوفر ويت كانوا اكتر كتير، الفيميل كانوا اكتر. الحاجه الثانيه البيبر دي قالت ان هو
10% من عيانين اللي ديكلير اللي كانوا كوفيد 10% فقط does not have symptoms بعد 6 اشهر، وبالتالي 90% من العيانين ممكن ان هم يبقى عندهم الايه المانيفستيشن دي. another determinant of post covid برضو ده برضو نفس الفكره ان هو الفيميلز اكتر، بالاضافه الى المانيفستيشن اوف بوست كوفيد زي ما احنا شايفين كده كل حاجه تقريبا must be affected. the most common myalgia, arthralgia, restriction of activity, sleeping disturbance. دي كانت بيبر اتنشرت، حد عمل مالتي ديسيبلينري تيم ابروتش في برايفت كلينيك وبدا يعرض الايه المانيفستيشنز دي. عندنا المجموعه دي كانت من القصر العيني، عملوها صحيح على برايفت كلينيك انما بداوا يعرضوها بعرضوا المانيفستيشنز بتاعتهم وقالوا ان هم تقريبا عملوا خدوا المالتي ديسيبلينري تيم ابروتش وبداوا يشوفوا العيانين بتوعه، لقوا ان العيانين كانوا اكتر في مين؟ في الفيميلز. خلاص اكتر العينين كانوا اكتر في الفيميل، ذا موست كومن، والموست كومن مانيفستيشن ريسبيراتوري وكاردياك ونيورولوجيكال مانيفستيشنز. تمام، وكانوا بيعملوا نفس الكونسبت ان انا لازم اعمل الفولو اب العينين، اعمل له تيليميديسين في الاول، وده كان تقريبا العينين عندهم 50 عيان. احنا برضو في القصر العيني الفرنساوي عملنا بوست كوفيد كلينيك، وده كان البروتوكول بتاعنا ان احنا هيجي العينين نعمل له تيليميديسين ونكلمه، وبعدين بعد شهر وثلاث اشهر وست اشهر حتى نفولو اب الايه العينين. تمام، الكونكلوجن انا عايز اوصل له with the re-emergence of the new wave of SARS infection in many countries it is expected that the burden of the patient having long term sequelae of covid is going to be huge and expected to produce another public health crisis on the heels of the current pandemic. يعني البانديميك مش فقط بيضرب acutely، ده الاهم كمان في اللونج تيرم sequelae بتاعت العيانين. في عيانين ستيل لغايه دلوقتي crippled، thus وبالتالي it is extremely important to be aware of the proton clinical manifestation, risk predictors, and holistic management strategy. على فكرة كل الأسئلة بتاعت البوست كوفيد unknown, 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 unknown. Further research comprising يعني الكتالوجينج سيمتومز، لازم أبدأ أحط السيمتومز، longer ranging observation study, clinical trials are very critical to evaluate the long-term consequence of COVID, and it warrant ده النقطة الأهم setting up dedicated post-COVID care multidisciplinary team clinics and rehabilitation. ده النقطة الأهم إن لازم يبقى عندي post-COVID clinic. post-COVID clinic in everywhere اللي موجود فيه related للمستشفى. دايما احنا شفنا عيانين كتير وبالتالي post-COVID clinic هتفرق مع العيانين دول. And finally, thank you.